عيد ميلادك، عيد ميلادك اليوم، عيد ميلادك عيدت كل الهموم. مرت سنة على أول انتخابات مبكرة بعد انتفاضة تشرين العظيمة، وخلال السنة تغير الكثير، إلا وضعنا اليوم يشبه وضعنا قبل سنة. لم نصبح أو نمسي أكثر راحة أو رضا، فالوضع الحالي حالي وحالك من حالي، إذا كان سيئاً أو مثالي لا ولن يتغير شيء ببقاء نظام كالجاثوم على صدورنا، وبعجزنا عن تغيير القدر المحتوم، لعجزنا عن الاجتماع بالعموم، ولكونه الحاكم وأنا وأنت محكوم. سنتجاهل كل ما يجري حولنا، ليس لكوننا شعباً مهزوم، ولكن لندع القوم تدفع القوم. تلك من سنن الله ووعده للمظلوم، وسنؤدي ما علينا، فالكل مسؤول بحجم وعيه وقدرته على إحداث التغيير المروم، ونراقب زوالهم بطرق الهدوم، تصحبهم لعنة شعب مكلوم، ولن يكتب على شاهد قبره المرحوم بل المرجوم. في عيد ميلادك المشؤوم سندعو عليك في السر والعلن، ويؤمن على الدعاء كل مهضوم. يا عالي بليا درج منك الفرج، صخم الله وجهك وما تلاقي قبر يطمك، عساك الدور الموت وما تلقاه بجاه كل من عنده جاه، عساك بالثالول وتبات مشلول وبالك مشغول، وعساك بالهلاك ومرض فتاك وتنحرم من ضناك، تاكل زق نبوت ويسحرك ماروت وتموت مكبوت. كل ذلك واكثر في مساحة الله منها يستر.